ابو البطله كابتن اشرف عبد العزيز، طبعا والد فريال اشرف، فالف مبروك طبعا. يعني الحقيقه مصر كلها فرحت، واعتقد ان انتوا فرحتكم بتبقى دايما مختلفه. وتحيات طبعا الكابتن ممدوح الششتاوي، طبعا المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه. اهلا بيه، اهلا بيه، اهلا بيه. الف مبروك لينا والف مبروك لمصر. الف مبروك عليك والف مبروك. الحقيقه حاجه جميله جدا 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 اللي بيحصل ده، وخصوصا والاهل بيبقى ليهم دور كبير جدا في اللي بيصل اليه البطل الاولمبي الحقيقه يا كابتن اشرف. طبعا يعني انت عارف يعني تشجيع المصابره معاه في الشده قبل ما يكون المكسب والانتصار، دي حاجه كتيره يعني. طيب هل كنت حضرتك تتوقع وانت قاعد بتتفرج على فريال ان هي ممكن تجيب الذهب؟ ولا طبعا كلنا كنا نتمنى، ولكن كنت متوقع ان هي تجيب ذهب؟ الاداء بتاع فريال من بدايه التصفيه ودخولها للدوري المجموعات، يعني ان هي تخرج ان شاء الله، ده يعني حسسنا ان هي يعني ان شاء الله. وليه لا يعني، بعد ما كانت حلمنا ان احنا ما كده كان في حذر بشويه او في خوف. ايوه الحمد لله، الحمد لله. كابتن اشرف، فتره طويله من الاعداد علشان تقدر تجيب الميداليه الذهبيه لمصر، خلال هذه الفتره بدور حضرتك ودور الاهل في هذا الموضوع لازم الناس تعرفه. انا حضرتك مش سامع. بقول لحضرتك خلال فتره طويله من الاعداد، 3 سنوات او 4 سنوات من الاعداد، دور الاهل ودور حضراتكم لازم كل الناس تعرفه. يعني الدكتور كان معاه على طول في التمارين وكده. انا كنت يا دوب ان انا كنت اوصل واودي واجيب بحكم الشغل يعني، لكن الحافز الاكثر ان هي كانت هي مامتها معاها في كل حاجه في التمرين يعني. ما الوالده هي الاساس في كل شيء، احنا بناخد كده وخلاص. احنا كابهات يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يعني، دي يعني لما تكون السنه ديت ماشي في كلمه يعني متربيه طالعه في بيت كله اهلاوي، فده غريب عليها يعني. يعني في ريال اهلاويه كمان. لا اكبر عن جد يعني. اكبر عن جد كمان؟ بتتفرجوا على الماتشات بقى كلها وكل حاجه؟ نعم. بتتفرجوا على الماتشات كلها بقى مع بعض وكده ولا ايه؟ طبعا. الاهلاويه دايما واخدين على الذهب، خلي بالك. على طول على طول، احنا المركز الثاني ما نعرفوش. يعني انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن اشرف، ويعني الف الف مبروك بصراحه. فخورين جدا بفريال واللي عملته. الف الف مبروك يا فندم. الف الف مبروك، طبعا حاجه فخر يعني الحقيقه.